مهند اتولد على 6 شهور ونص، حاليا عنده 17 سنة و9 شهور، مواليد 10/12/2005. مهند اتولد على 6 شهور ونص، قاعد في الحضانة لغاية لما كمل 7 شهور، وبعد كده ابتدى انه يمشي بقى في العلاج. مهند يعاني من ضمور في العضلات وضمور في المخ، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا توجهنا بيه لاكثر من مستشفى، لابو الريش ومستشفى 6 اكتوبر وفي الدقي، والحمد لله يعني وضعه زي ما انتم هتشوفون ان شاء الرحمن. مهند طفل ذكي جدا، ويعرف كل اصحابه ويعرف الناس اللي حواليه ويعرف يتعامل معاهم، بس هو طريقة الكلام معاه بسيطة، يعني الحروف معاه بسيطة جدا، بس الحمد لله بيعرف يتكيف مع الناس ويتعامل معاهم، ويتمنى ان هو يعني ربنا يكرمه حد يشوفه ان هو بيمثل كويس وعنده مواهب حلوة جدا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكرمه يعني ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله.